مي نعيمة، مساء الخير. بخير، كل شي مزيان. وكاتشي مي نعيمة، درك راه ما بقيتيش مي نعيمة، وليتي بويا عيمة. اي وليتي طلعي تخسري الهدرة، تخسري الهدرة عادي. حرفتي حق الكلمة. برافو عليك، قدام راجلك ياك، ترى قدام 40 مليون مغربي حقي، ترى اللي نسيت مسمك تاني. ومالك يا بتي نعيم؟ سخن فك الدم. درتي لاباس، شحال هذيك انت مقرده. الحمد لله ملي درتي لاباس. اقول يا فرعنتي. ايوا مبروك عليك، مبروك عليك، مبروك عليك. اي 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 لا لا لا، برافو عليك، برافو. هكا يكونوا من نعمة وإلا فلا. تبارك الله عليك، خذينا قدوة، قدوة. كندخل عندك الفيديوهات، كنبدا نتفرج، كنبدا نتفرج في شي لعيبات. حيت انا ما متبعش داك المحتوى، حيت انا ماشي مرا، كنشوف داك الشيء ما كنفهم والو، ما كنعرفك واش تي مخاصمه مع الجمهور، ولا مخاصمه مع اليوتيوبرزات، ولا مخاصمه مع بناتك، ولا مخاصمه مع راجلك، ولا مع من مخاصمه؟ منين؟ الله يرحم بوك. عارف زي زي لي لما نقول لك مع من دارك، انت عارف لي مع من دارك. لاربعة مرات كنشوف امي نعيمه مضاربه مع شي يوتيوبرز، وفي الاخر كنسمعوا حنايا كمتفرجين ومشاهدين، كنسمعوا المعيار والسبان والتواصل، تواصلنا كتكرمينا. الله يجعل ربي يكرمك، الله يجعل ربي يكرمك ابتي يا نعيم. ما فهمتش ديك القضيه ديال اللي كتقوليها ديما، دابا تعرفوا البدويه علاش قاده؟ على بالسلامة انت شكون؟ فرعون. هادشي اللي كيبان لي، حيت كتبان لي طغيتي. طغيتي بزاف وماشي شويه. طغيتي فرعون، رجع الدنيا ومع تبارك الله لوينه، مع ديما يتشاك جبتها هي توفر عنك. فوتوكوبي، سبحان الله العادي. لا لا، برافو عليك، برافو عليك. زعما هكا يكون امي ناعمه والا فلا. شنو نقول لك واحد القضيه، شتي تيا ناعمه وحليمه، كلكم في حال في حال، كلكم سلعه وحده، كلكم ما تشافوش. كديروا عز دركه تنسيك في الاخرى. لا هو واحد القضيه نقول لك، واش دابا كديري هادشي بالعاني ولا كنتي مخاصمه اختي؟ انا رانا راه واحد الحاجه اللي انا مبغيتش تفهم لي، ترى اللي مخاصم مع شي وحده كينوض يفتح تليفونه وبدا يسب وبدا يعيط. نتوما اللي كنتوما غادي تخاصمو، كنتوما ضاربين مع شي واحد، سيروا للمحكمه، المحكمه حداكم. على ديك المحكمه ما عمرتش ليكم عينيكم. المحكمة راه فيها قاضي، فيها قودات، كاين محامين، كاين بزاف. إدارة قد الخلا دارت الدولة باش تمشيو ليها تفكوا المشاكل ديالكم. وشكون ولاتو كطلعوا المنصة ديال اليوتيوب وتبداو تسبو وتعايرو، رجعتوها اليوتيوب بحال المحكمة. شوية غترجعوه بحال الحبس، رجعتوه، ماشي غترجعوه، رجعتوه، رجعتوه حبس، رجعتو بركاسة، رجعتو سبيطار ديال الحمى، هاد تيك توك وهاد اليوتيوب هذا ولا يطلع بالشرع معاكم. الإدارة ديال اليوتيوب ندمت علاش دارت اليوتيوب في المغرب. طلعها الله، طلعها الله، وفهمات باللي كل شي ولا باغي غير الفلوس. اليوتيوب عاقت بالقال، داكشي علاش الربح طيحات والدي، ما كاين لا ربح على سيدي زكري، عبرت علينا. كنشكروا إدارة اليوتيوب من هذا المنبر، كنقولوا لإدارة اليوتيوب سيري الله يعطيك الصحة، كون خليت الأرباح بواحد الشكل كبير. وباش تعرفوا راه اليوتيوب كرماتنا في هادشي ديال الأرباح، ولا تعرف المغاربة شفارة، ماشي كلهم شفارة، المغاربة خدات الفكرة علينا حنا الشفارة. كيطلعوا المشاهدات بالجروبات، كيخدموا بداك الشيء ديال في بي اي، ما نعرف سميتو، كيخدموا بشي حوايج خاطئ،
جروب فيه 700 ألف واحد، كاين شي جروب فيه مليون كلهم خدامين اليوتيوبرز اللي مشهورين وكم كيضربوا الفلوس صحيحة. والله العظيم إلا كنبغي نقول لكم أي واحد كيدير هادشي قسما بالله إلا كياكل على الفلوس ديال الحرام، كتاكلوا فلوس الحرام. عرفتوا لمن كديو نتوما الفلوس؟ كديو داك المعلن اللي كيحط الزبابل ديال الفلوس اليوتيوب، كتجي حتى هي كتصو كتقاول بداك الفي بي ان والجروبات، كديري رزقو وكتخلي خارج خاسر. ولا اليوتيوب بالنسبة لها هي راه خاصها تهلا في داك المعلن ماشي تهلا في اليوتيوبرز. اما اليوتيوبرز نهار تحصلوا تضرب لي القناة ديالته وتصيفط عليه، لان ما يمكن ليهاش يجي تخسر واحد السيد اللي كتاكل معاه الخبز وتجي تدي ليه فلوس ورزقه. غدا امام الله غيوقف عليك، والله ما يتخسك فيها خصاص غياخذ رزقه. شو دوك الناس اللي دايرين القوالب في اليوتيوب باش كيجيبوا المشاهدات ويجيبوا الفلوس وهكا، غدا امام الله غيخلصوا. تعبت شي في هذاك الشيء ديال صافي راه اليوتيوب صيفطت لك الفلوس، راه بحال مشيتي واحد ديتي لي فلوسو، جيتي ديتي فلوس بطريقه الكترونيه واحده اخرى ديتيها للمعلن خرجتي. هادشي اللي كاين، وبحال هاد موينه عيمه، بحال واحد المجموعه، بحال ديك فاتيا، ومشي عاش وجه المغرب. عيقتو بزاف بزاف بزاف، لا نعيمة لا ديك هويام لا ولا دي حاشي لا واحد المجموعة سبحان الله. راكم مش عشبوت البلاد، مش عشبوت بزاف هادشي. الله يلعنبو الفلوس، الله يلعنبو الفلوس إلا كانت غادا تخلي بنادم كيجرد راسو بحال هكا، يطلع يدير اللي ما يتصوروش الإنسان على العقل يطلع يدير. أمي نعم، أنت دابا شحال في عمرك؟ 50؟ 49؟ بارك راه القضية راه لعبة ما بين 50 و60، ما كاين عجب طيح الروضة سهل. راه تفوت 40 سنة ربي دار معاك المزيان، كيقول لك عطلب درت معاك المزيان لعل وعسى تموت رجع ليا. من جاي دير قناة في يوتيوب وتصير تسب وتعاير وتخسر دير شي شوات وكواريت وهذا كأن صافي بحال الموت ما كيناش. او ولات الناس مقيبلة على الفلوس 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 الفلوس. جمع كاملة غتخلاها كاملة وغتحاسب عليها كاملة. لما كنت غادي ديهم معاك ترى فين هو مال قارون الشريف، مال فرعون، تا فين هما الناس اللي كانوا عندهم الملايين والاراضي، تا فين وفين وفين وفين. نهار يموت يدي معاك فن، تجي تقول لي انايا كندير شي حوايج باش نطلع الموت، تطز في المشاهدات وفي هاد الشيء وفي التخربع كامل. تاخر الموت عيدوا عليا بارك الله هذا الخير. بنادم يجمع راسو، بنادم يجمع راسو، راه كنا غنموتوا، انا غنموت اللي كندوي معاكم، انت غتموت اللي كتفرج فيا، هذاك غيموت، الاخر غيموت، صغير غيموت. راه ماشي اللي كيموت هذاك اللي مريض، على الكبير اللي كبر هو اللي كيموت، كلشي كيموت كلشي. غير ما تعرفش الدقائق انت غادي تجيك. ها وجد له، غا وجد من دابا، شتي من دابا وجد. بديت كندير الدور ديال الفقهاء. لا لا ولكن مزيان داك الوعديات، ماشي عيب ماشي عيب، ماشي عيب. لا انا كيبقى فيا الحال ديال اليوتيوب وحال بعض اليوتيوبرزات كيطلعوا كيبداو يسبوا ويبداو يعايروا ويبداو يتقابلوا، كنشوفهم العروقات خارجه منهم هما مالهم، هما راه باغيين يديروا داكشي عقوانين باش يطلعوا المشاهدات. حيدوا عليا، دي الله يسترنا وصافي والله يختم بخير.